السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي وطلائع الجيش 3-0 للأهلي. بص بس صحصح معايا وقرب كده شوية، بس هقول لك على حاجة في ودنك، ركز معايا في الفيديو ده جدا جدا جدا. حابب أقول لك إن الماتش ده مش مجرد إن الأهلي كسب بس 3-0، لا خالص. الأهلي أو فايلر بمعنى أصح عمل حاجات في الماتش ده بجد لو كل واحد فهمها، أو كل مدرب لسه عايز يتعلم فهمها، أو كل حد بيحب كرة القدم فهمها، بجد هيرفع القبعة للراجل ده. مش 3-0 هي ترفع له القبعة عليها، بل اللي عمله جوه الماتش وتطور الأداء اللي عمله مع بعض لعيبة النادي الأهلي، والمعالجة النفسية اللي عملها لعيبة النادي الأهلي حاجة تانية خالص. ففي بداية الفيديو أستأذنك على طول عشان نفضى مع بعض، انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك على الفيديو، مستني تعليقك على محتوى الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيبك من التشكيله دلوقتي بتاعت فايلر اللي عملها النهارده، لكن تعال نذكر نقط بسيطه وهنتكلم عنها بالتفصيل. فايلر قدر ان هو يوفرها للنادي الاهلي في مباراه اليوم. اول حاجه ادى القفشة ثقه، هقول لك بالتفصيل اللي حصل ايه بعد الجلسه بتاعته، وبعد ما ورانا العين الحمراء وورى قفشة العين الحمراء رجع اداله ثقه تاني، وهقول لك ازاي الموضوع تم. هقول لك النقط سريعا في الاول، بعد كده بيصالح حسين الشحات، هتقول لي ازاي، هقول لك برضه. السولية بصراحة النهاردة كان محتاج يرتاح، يعني بغض النظر عن قذيفة السولية الصاروخية اللي لا تصد ولا ترد من أحسن أهداف الدوري حتى الآن، ولكن السولية كان محتاج إن هو يرتاح شوية النهاردة عشان الماتشات اللي جاية قوية جدا، بس برضه هنتكلم عن النقطة دي بالتفصيل. الحاجة التانية ثنائية رامي ربيعة ومحمود متولي الرائعة أو الأكثر من رائعة، واللي بتؤثر على أيمن أشرف، وده تحذير غير مباشر لأيمن أشرف، وبرضه هقول لك إزاي النقط. بس سريع بقى أخش لك في التفصيل على طول يا معلم، ركز معايا وصحصح الفيديو ده مهم. والحاجة التانية هو كهربا اللي اتطور أداؤه، واللي يوم عن يوم بيثبت ان هو فلوسه حلال، يعني ربنا ييسر له حاله. والحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها لك، عدد تسديدات النادي الأهلي في المباراة دي وصلت لرقم كبير جدا. النادي الأهلي أو فرق الدوري العام أو المباريات الدوري العام مش بتوصل للرقم ده بمنتهى السهولة دي، ولكن نقطة نقطة معلم نتكلم عنها بالتفصيل. اول حاجه سريعا في الاول احب اقول لك ان النادي الاهلي جاب جون في الدقيقه 33، حاجات في السريع اللي هو قلنا في الاول دي، بعد كده نخش بقى على الرواقه. اول حاجه في الدقيقه 33 النادي الاهلي جاب جون عن طريق اجاييه بعرضيه رائعه من علي معلول، وفي الدقيقه 66 كهربا نزل مكان الشيخ، و69 السوليه جاب جون قنبله، و70 وليد سليمان نزل مكان جيرالدو. انا بقول لك حاجات بسيطه واقول لك كل حاجه برده وليه التغييره ده اتعملت. 79 الشحات نزل مكان اجاييه، ودي كانت اخر تغييره النادي الاهلي. و85 كهربا قفشه جاب جون عن طريق كهربا. اول حاجه النهارده كان فايلر بيجرب كهربا. تقول لي بيجرب كهربا في ايه يا عم، هو لعب كهربا يا عم قبل كده؟ لا، فايلر عنده مباراه مهمه جدا في فبراير مع النادي الاهلي، فحابب ان هو النهارده يجرب كهربا في مركز الاسترايكر. بعد ما عمل التغييره لما طلع جونيور اجاييه ونزل حسين الشحات، خلى كهربا يكون سترايكر او مهاجم صريح للنادي الاهلي، ويجي على اليمين الشحات، وعلى الشمال وليد سليمان، وقفشه في النص. وكان يعني قبل تغيير الكهرباء دي كان في خطه تانية، بس اقول لك حاجه حاجه. فلما جرب كهرباء النهارده سترايكر، بيجرب الكهرباء في موضوع السرعه والجري والاختراق، لان كهرباء مهاجم يتميز، عامل زي وليد ازارو شويه. هو المفروض لو لعب في مركز المهاجم او سترايكر او شال سترايكر او في خطه الفولس ناين اللي هي المهاجم الوهمي، يتميز بالانطلاقه بيهايند ذا ديفنس او من خلف المدافعين، يقدر يخترق ويجري بسرعه، وكره تلعب له ثرو لوب او ثرو على الارض، ويقدر يوصل لغايه الجون. ولكن تنقص كهربا اللمسه الاخيره، واعتقد ان فايلر هيلعب عليها وهيركز فيها جدا في المباريات القادمه، في ظل المباريات الصعبه جدا لنادي الاهلي وطبعا نادي الزمالك في فبراير القادم، سواء افريقيا او السوبر او الكلام ده كله. الحاجه الثانيه دي بالنسبه لتجربه كهربا كسترايكر، ودي حاجه مهمه جدا. يمكن جربه في مباراه قبل كده، ولكن المره دي جربه في مباراه وهو على الرايق بيشوف كهربا هيقدر يعمل ايه، فالموضوع ده كان نقطه مضيئه في مباراه اليوم. الحاجة التانية ادى لقفشة ثقة، بعد ما فايلر قعد مع قفشة وراه العين الحمراء واتكلم معاه وقال له ان هو مستواه ما بقاش زي الأول، وعايزه انه يرجع لمستواه لأنه هيفيد النادي الأهلي، والمفروض ان هو مستواه لما يعلى هيبقى هو بلاي ميكر المنتخب الحالي. عمل ايه بقى؟ بعد الموضوع ده الناس كلها افتكرت ان قفشة هيرتاح وفايلر مش هيلاعب قفشة وهيعاقبه، بل بالعكس هو اداله طاقة ايجابية ولعبه النهاردة وسابه لغاية اخر الماتش، بعد ما كان كل مباراة بيطلع قفشة في الدقيقة 60 62 65، وبنشوف قفشة طالع زعلان. لا، ده النهاردة اداله ثقة وخلاه يكمل المباراة كلها لاخرها، وفعلا قفشة كان قد الثقة وقدر ان هو يجيب هدف. اي نعم، قفشة ما رجعش لكامل مستواه، ولكن واحدة واحدة بالاهداف وبالثقة اللي المدرب بيديها للاعب يقدر قفشة يرجع لمستواه
ودي كانت نقطة مضيئة أخرى من فايلر النهاردة في أداء النادي الأهلي أو في مباراة طلائع الجيش. الحاجة الثانية بصالح حسين الشحات، هو كان فايلر غضبان على حسين الشحات وأيضا كان قاعد معاه في جلسة هو وأيمن أشرف، قلت لكم قبل كده كنت عامل حلقة قفشة وأيمن أشرف وحسين الشحات، كان فايلر متضايق منهم وكان يمكن بيهددهم بأسلوب خفيف إن هو ممكن يلعب مكانهم لعيبة تانية في نفس المركز. فلاعب الشحات النهارده بدل ما يركنه خالص كان ادى للشحات فرصه حتى لو 10 دقائق اللي هو انزل طب حرك نفسك مش هقعدك او مش هستبعدك، انزل جرب نفسك انا مش غضبان عليك او بعيد او يعني شايلك بره حساباتي، ولكن الشحات ما قدرش ان هو يثبت نفسه قوي في اخر 10 دقائق، طبعا ما فيش وقت كافي، ولكن اللي هو اجري وجرب والعب مع الفريق وشوف دنيتك فيها ايه. دي نقطه. السوليه كان محتاج يرتاح بصراحه في مباراه النهارده وكان يلعب مكانه محمود متولي جنب اليو ديانج ويلعب ورا ياسر ابراهيم مع رامي ربيعه او ايمن اشرف، ولكن ثنائيه محمود متولي ورامي ربيعه تغفر لفايلر انه ما ريحش عمرو السوليه. بصراحه ثنائيه اكثر من رائعه، الاثنين طوال الاثنين قوه جسديه كبيره، والثنائيه دي رساله غير مباشره لايمن اشرف اللي بتقول له خد بالك بعد ما فايلر قعد معاك في الجلسه اللي قعد فيها وقال لك ان خد بالك انت اخطائك كترت وانك متسرع وبتجري ممكن تعمل مشكله مع النادي مع اي نادي النادي الاهلي بيلعبه، وخد انذار في المباراه اللي فاتت وخد طرد قبل كده في مباراه النجم الساحلي، ولما بيروح عليه مهاجم لوحده وراه الجون بيتوتر وبيعمل تصرفات اندفاعيه، فادى لايمن اشرف علامه او انذار ان خد بالك الثنائيه دي ممكن هي اللي تكمل للاخر فلازم يسخن اكتر عن كده. بصراحه كانت ثنائيه رائعه. طبعا هدف السوليه مش هتكلم عنه، قذيفه لا تصد ولا ترد من افضل اهداف الدوري. اللي بتكلم عنه تاني ان كهربا النهارده بعد ما عمل بلاي ميكر تحس ان كهربا اتطور شويه، نعم كهربا لسه بيتنرفز ولسه بيتعصب وكل حاجه، ولكن هو اتطور اداؤه شويه وبقى اهدى وبقى بيباصي. كهربا كان في الاول دايما لما بيجي يلعب مثلا مع نادي الزمالك معانا كان بقى متوتر ومتسرع واي كوره عايز يشوطها على الجون وخلاص ما بيباصيش ما بيعرضش الكوره، لا مع نادي الاهلي كهربا بقى غير، بقى بيعرض بقى بيباصي بقى بيحاول يخترق ويبص ويرفع وشه لفوق ويباصي الكوره القفشه اللي خدها وركنها، ولا احلى كوره بصراحه رائعه جدا. فطبعا كهربا يحسب له الموضوع ده ان هو قدر ان هو يتطور مع نادي الاهلي، طبعا تحسب لفايلر ان هو قدر يطور اداء النادي الاهلي. في واحد ممكن يجي يقول لي وانت مالك مندفع ومنفعل، انت فرحان يا عم ان النادي الاهلي بيعمل الكلام ده كله؟ اقول لك القصه مش كده. انا راجل بحب الكوره، انا بستمتع برؤيه كره القدم، عندي انتماء للزمالك كل حاجه، بس في نقطه لازم تفهمها. انا من وجهه نظري ان انا شايف ان الاهلي خلاص، يعني طبعا هو كل حاجه بيد ربنا، بس انا شايف ان الاهلي من وجهه نظري يا عم كراجل بفهم كوره على قدي، خلاص الدوري مضمون بنسبه كبيره جدا، طبعا ضمان لوحده بس مضمون بنسبه كبيره، وان احنا كزمالك بعيد عن الدوري جدا، وانا بحب الكوره الحلوه بستمتع بالكوره الحلوه. لو الاهلي والزمالك بيلعبوا بعض ده مش هستمتع بلعب الاهلي، انا هستمتع بلعب الاهلي ليه يا عم؟ انا عايز الزمالك يكسب. لو الاهلي والزمالك بينافسوا بعض في الدوري وفروقات قريبه، لا انا هبقى قاعد متضايق برضو، هبقى مستمتع بالكرات الكويسه ولكن هبقى برضو قاعد اللي هو ايه يعني ايه يا عم في ايه، ابقى طالع متنشن في الفيديو او متضايق. لكن انا راجل انا بحب كره القدم، بستمتع كره القدم. النادي الاهلي بيقدم كره قدم جميله مع فايلر، فلازم احنا كمحبين لكره القدم نستمتع بكره القدم دي، مش شرط عشان فرقه منافسه ان انا اطلع اقول لا يا عم برده وحشين يا عم الاهلي كسب 10، لا برده بالحكام، لا وحشين، لا مش عارف، لا ما بعرفش اعمل كده بصراحه. فالناس الزملكاويه المحبين لكره القدم زي حبايبي واخواتي هيفهموني، والاهلاويه برده حبايبي واخواتي هيفهموني. فدي بس نقطه تعقيب كده سريع. فكهربا تحس ان هو فلوسه حلال، مثلا اول ماتش معايا نزل جاب جونين تقريبا عمل اسيست، بعد كده نزل الماتش ده عمل اسيست واسيست حلو يعني برأ. انا الميزه في كهربا دلوقتي ان هو بقى يقدر يرفع وشه، كهربا كان على طول وشه في الارض، لا كون اللعيب قدر يرفع وشه لفوق ويبص هيباص لمين او هيلعب لمين، دي نقطه فارقه كبيره جدا. عايز اقول لك النادي الاهلي النهارده عمل 23 او 24 تسديده على مرمى طلائع الجيش، طلائع الجيش طبعا عمل اربع تسديدات فقط. ليه الاهلي عمل 23 او 24 تسديده؟ فعلا النهارده كان واضح جدا ان فايلر مدرب لعيبه النادي الاهلي على التسديد من خارج منطقه الجزاء، كله يحاول يشوط من بره منطقه الجزاء، كله يحاول يسدد الكور التسديد من بره منطقه الجزاء النادي الاهلي مفيد جدا، واللعيبه رجلها حلوه على الجون، يمكن قفشه بيحاول بس قفشه لسه عايز يظبط رجله شويه على الجون، قفشه بطن رجله احلى بكتير جدا من الكرات القويه اللي بيلعبها، لا بيركن او بيعمل الكره يعني فيها سويرف كده او زي ما بنقول في بلاي ستيشن ار 2 بيعملها حلو جدا اكتر بكتير من قوه قدم. قوه قدم يتميز بيها عمرو السوليه، يتميز بيها ايضا اليو ديانج، وبرده حسين الشحات يتميز بقوه القدم. يمكن وليد سليمان النهارده نزل بس ما قدرش يعمل حاجه قوي برده، يعني مش كل مباراه لازم اللعيب يبقى في كامل موده. فيعني بصراحه النادي الاهلي النهارده او فايلر بصراحه قدم مباراه تكتيكيه وخططيه ومعالجه نفسيه للنادي الاهلي بصراحه احييه عليها، وعجبتني جدا انا كراجل بحب الكوره وبحب فكر المدربين والخطط.
ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي في افريقيا ان شاء الله، ونتمنى اكيد التوفيق لنادي الزمالك باذن الله في افريقيا. وكان معاكم، انتوا حافظين الجمله عشان دايما سمعوها كده، يلا كان معاكم اخوكم عمرو عاطف من قناه صاحب الكوره، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، السلام عليكم.